الرسالة الثانية، البلد دي جوا الصوفية أفسدوا فيها، جوا أنصار السنة زي ما قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادع في بداية أمرهم، دعوا إلى التوحيد بدعوة لا يكاد يوجد لها نظير، بلغوا التوحيد وشيلوني يدعون بالشباك. مشت الأيام لموا فينا السياسيون وغير وأصحاب الأموال غيروا دعوة. الهدية في التلفزيون عشان أي زول ما يزعل ما داري. شوف الناس اللي بيقول لك والله ما مفروض تجيبوا الموضوع ده، لا نجيبه لأنه نشره في الملأ. لا تبقى صوفي، لا أنصار سنة، لا أخو مسلم، لا حزب تحرير، لا حزب أمة، لا سروري، لا شيعي، لا شيوعي، لا أي جماعة. أبقى مسلم مستقيم. كفاية ولا ما كفاية؟ زول بيسألوه في قبره من ربك؟ بيقول شنو؟ الله. ما دينك؟ بيقول شنو؟ انت مش هيسألوك يقول لك ما دينك؟ لا والله طبعا أنا مركز عام، مركز عام لمنكر وأنا إصلاح لمنكر وأنا ختمي لمنكر ونكير، تقول لي ختمي وأنا تجاني وأنا قادر. ما بتنفع معاهم دين. عندهم من ربك؟ الله. ما دينك؟ الجواب شنو؟ الإسلام بس. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد بن عبد الله رسول الله. في تاني في شيء يا جماعة ما علمك؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. في شيء تاني؟ سألوك حزبك شنو؟ طريقتك شنو؟ جان صار السنة بعد بدوا دعوة للتوحيد، طال عليهم الأمد فغيروا وبدلوا. عشان كده احنا من الليلة وقبلها نمشي نحذر من أهل الباطل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى من غير ظلم. نبين الحق. الهدية في التلفزيون في الملأ يقول والله أنا بحب البرعي، أيوة موجودة، أنا والله بحب البرعي. وفي قصائده في قصد قصائد جيدة، قال شعر جيد، يجيبوا المداحين تللن تللن والهدية قاعد، ويقول للمذيع شعرت معاوية يا أخي نحن ما بنقطعها، شعرت معاوية ما بنقطعها، ما بتقطعها مع الصوفية والله ده نحن نقطع الشعر والأضان والكتف والتحت كله. تقول لي يا أخي ما بنقطعها؟ زول يسيء لله سبحانه وتعالى جل وعلا في الكتاب ده، قال وأشهد إلا أقرأ أفتحها بتاعت منو؟ بتاعت محمد الحضري، تلقاه في ترجمة محمد الحضري. زول بيقول الله إبليس، ده عندك مع شعرة تانية؟ الله إبليس عديل كذي. هسي بقرأ لك من الكتاب ده تاني عندك مع شيء؟ زول يقول الشيخ بدي الجنة، تقول لي قال البلاوي دي غير البرعي منه ذاته، ده مدح الكتاب ده البرعي، ودي قال محمد الحضري شيخ ناس البرعي المدحون، ده المشايخ هنا لا طبقات ذاته ده، وينه ده ما ياهو طبقات الكبرى جايد. ايوه الحمد لله، جيبوا طوالي. قال الله ابليس ده بهي جاي ده الهدية. ما شو الجبراوي قال كنا بنتعاون مع الصوفية 22 من خيارات من بيوتات الصوفية في مضوم بان وفي غيرها من عاون معاون، جابوا محمد البلة دي القادة أنصار السنة. ومن الليلة زول تاني في البلد دي والله سمع كلامي ذا وتاني يناغش في أنصار السنة، ما عنده معاي كلام تاني ولا سلام، تلاقيني في الشارع ما تسلم علي ولا اتصال ولا إيش، لأنه بعد الكلام اللي بقوله ليك ده تاني تصر ما في خير، والله تاني ما بتسوى إيش عندي ناس. يا أخي يجيب محمد البلة في التلفزيون مناظرة، يقول له القواسم المشتركة المذيع بينكم وبين الصوفية انت شايفها كثيرة؟ قال لي كثيرة، وقال لي الصوفية قبلونا في وضع أصعب من ده، قبلونا والله الذي لا إله غيره. الصوفي يقول له اللي بيعملوا الغلط من الصوفية ديل الدراويش الصغار، لكن اللي بيعملوا الغلط من ناس كن ديل الكبار وكذاب كبار السلفيين، ده لو انتسب لهم ده
كتب نظيفة، حق واضح، والباطل اللي بيجوا بعدهم بيبينوه بيقولوا أخطأ في هذا. يجي ابن باز يقول وكلام الطحاوي في هذا باطل، يقول ثاني في شنو. يجي ابن كثير يقول وأما كلام أبي عمر ابن عبد البر فإنها من إحدى الكبر كلامه. يجي يقول عن كلام يجيب مجاهد وقتادة يقول أبعداء النجعة، يعني ما عندنا كبير على الحق. الغلط بيقولوا غلط، والصح بيقولوا صح. يجي الفوزان يقول وأما زواجه فهذا لا دليل فيه، في نهاية الزمان عيسى عليه السلام ذكره البربهاري. وهكذا يعلقون ويبينون الحق. يجي يقول اللي بقعوا في الأخطاء دي دراويش صغار، ده صغير شعراني صغير مدحوا البرعي قالوا سيدي الشعراني، سيده يعني ما صغير، الناشر لعلم الله، أسمع علم الله. وده قال الهدية بحبه، هدية قال بحب ده البرعي المدح الكتاب ده. تجي تقول له يا أختي تعصب، زول قاعد مترمي هنا دي يا أخي، إذا الصوفية شغالين أسابيع نمش لهم نترجعهم، سووا أسبوع سووا أسبوع، نحن ما عندنا مكانة في الناس. والله لو ادونا محاضرة واحدة نطرش الصوفية باطلهم بتاع الخمسة سنة الفاتت دي كلها، بس محاضرة واحدة نبين للناس الحق. وعنده قدرة وعنده مكانة في الحكومة وممكن يدوا تصديقات وممكن لابد قاعد قاعدين قاعدين. أرد على البرعي في مسجد كشة امسك الميكروفون يقول يا أستاذ أحمد البدوي، يعني يجيب شنو؟ يجيب اسمان المسكين ده، يا أستاذ أحمد البدوي أنت ماجستير في المطاعنة. أقول له جيب اسم البرعي، لا ما بنجيب الناس، وأنا عتود جايب اسمي ليه؟ جايب اسمي ليه؟ طيب وعاملين فيها مؤدبين، واحد تلقاه وعامل فيها مسكين ده والله بيدفرني من المحل المنبر كيش ده ليه الباب. يوم دفرني جبت له الباب قلت له برضو ما بخليكم، والله أصله ما بخليكم الجامع ده إلا تكتبوا فيه منزل عز الدين كشة، بعد ده مرق مني. لكن غير كذي تورطت مع البناء وتاني دقس البناء ذاته دقس. الله قال سواء العاكف فيه والباد، حرم قال البيجي من بعيد والقريب سواء سواء. ليهنا الاثنين يعني ليهنا الاثنين خلي سواء دي. بعدين قلت ليت المسجد دقس امتوا اثنين جزء عملتوا مدرسة خلينا لكم ما سألناكم، وجزء عملتوا ديوان لك انت كشة تدخل الدائر وتمرق الدائر. تقول لها هذول انت بتخاف الله؟ قال لي كلمة دي الكلام اللي قلته ليه باللفظ. قلت لها انت قبل اسبوعين ما جبتوا مجذوب حاج سعيد تكلم في الختمية بأسمائهم ما كان تقيف، تقول لما تجيب الناس قبليها محمد مصطفى ما جاء ذاك كمان بيسب الصحابة، اصبر لي الموضوع ده ما طويل. قال ذاك جاء برضه يشتم ويجيب ويتكلم. قلت له يا اخ ده ما اتكلم برضه، خليته وقدمته. اجى انا الشاب يعني يجيب الكبر ولا شنو؟ تجي تقول لي ما تجيب الناس وناسك يجيبوا ويتكلموا وإلى الله المشتكى. طيب قال صفحة 107 من كتاب الطبقات الكبرى ده بتاع الشعراني، قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي السرسي طيب أنه جاءهم يوم الجمعة. الجاون ده الزول المترجمين له الولي رقم 332 اسمه الشيخ محمد الحضري. طيب قال وأخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. رأيكم شنو؟ أي صوفي متعصب بفلق من برا بيجيب كورك سايز أعلان بعد المحاضرة أنت عارق الكتاب ده، اللي جيتنا كذبنا عليه كفتنا قدام الناس، واللي جيتنا صدقنا الواجب عليك تخلي الصوفي ما قدر تخليهم أمش بطريقتك تاني. فده اللي جنبه ده تعاملهم مع الصوفية. جاء إمام الحرم
ماشوا معاه ولا الكباشي ده بتاع اسماعيل عثمان قبل يا مرشد الطريقة السمانية وزعوا المصاحف جو كرموه وفي ناس مهووسين قاعدين في البلد دي ما عارفين الحاصل قل لك انتوا ناصحتون ناصحناهم والله من كشه ده ناصحناهم مين هنا ناصحناهم قال لي يخصي عليك يا احمد بيو انا ما قدر ابوك انت يا زول الله بعثك رقيب علينا ذاك ده جوابه مرقت وعرفت الشغل جوبكت قلت عوضنا الله في ده مشيت اسماعيل عثمان لقيته اسماعيل عثمان ذاته لقيته في ام درمان مربع 12 جاء مناسبه قبل سنتين ناصحناه ما قبل ما قبل في نهايه المطاف ده الصغير وذاك الشيخ الكبير وليس فيهم كبير رضي من رضي وغضب من غضب شيخ محمد مصطفى يقول الصحابه اقتتلوا في السلطه صحابه الله قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا زول يا اخي خلى بيته ملك بيته ملك في مكه خلاه مرق من لا شهاده لا حيازه ولا هنا عديل ملك خلاه قروشه خلاه اهله خلاه بلده خلاه هاجره ده كله ليه هاجره لله تعالى مصعب بن عمير اذا دخل بطريق مشى بالطريق الثاني بيعرفوا جبه جاي من العطور اللي بيستخدمها رضي الله عنه قروش والدته خلى ده كله مشى هناك المدينة فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلده يتطاير تطاير جلد الحية عن الحية فلما رآه دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فلما قتل في سبيل الله ما وجدوا ما يغطي جميع جسدي إذا غطوا رأسه بدت قدماه فإذا غطوا قدماه فإذا غطوا قدميه بدا رأسه رضي الله عنه فوجدوا عليه فوضعوا فوقه الإذخر جابوا الزرع غطوا به وشنو كرعوه رضي الله عنه ده كله خلوا له الدنيا دي كلها صهيب رضي الله عنه لما مشى بعيد قال له امنا خليك قال له ان علمتم اني ارماكم والله قال له ان عندي 70 سهم وعارفيني ما بجلي هسي بشيل منكم 70 ها قال له الحاصل شنو قال مالي دفنته في كذا وبيتي كذا خذوه كله قال لهم دفنته في المنطقه ما كذب ماشوا حفروا لقوا قروشه كله قال لهم شيلوه بس ماشي للرسول وصل الرسول قال ربح البيع ابا يحيى ابو يحيى رضي الله عنه ده كله ما خلوه لله تعالى ده كله خلوه لله جل وعلا يا اخي يا عمر بن الخطاب بيجو نص قروشه ابو بكر قروشه كلها عثمان مبشر بالجنه برضه البئر روما جيش العسره يجهزوا كله لله تعالى كله لله تعالى قافله كامله مسلمون جاعوا اهل المدينه كلها ادى لهم مجاني جوا التجار نديك ضعفه ثلاثه اضعاف اربعه خمسه كل مره يقول لهم ادوني اكثر 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 في النهايه قالوا ده منو قال بعتها لله قال المساكين خذوها خذوها طوالي كلهم يتوزعوها ديل ناس دنيا صحابه ديل ناس دنيا يجي ديسي لهم صحابي بيقرا قران يا اخي وسيد ابن حضير ملائكة بتنزل كر صحابي بموت سعد بن معاذ العرش بيهتز ديل بيتكلموا فيهم ديل بيجيبون بكلمة معاوية رضي الله عنه قال ابن تيمية حكم المسلمين 40 سنة فكان من أعدل الناس رضي الله عنه داخل تسيله بعد تتكلم فيهم أنصار السنة ليس عضو منهم قاعد شان تعرف شفتها شغلة بتاعت لخبطة شغلة بتاعت حزبية ومجاملات طردوا الشباب مالون الشباب والله يتكلموا في الشيوخ أيوة أعظم الشيوخ ولا الصحابة أعظم ياتون الصحابة اللي يتكلم في الصحابة تخلوه ولا يتكلم في الشيوخ بالحق ما بالباطل زي كلامنا ده نجيب تسجيلات ونقول قالوا كذي والرد عليهم كذي تتعصب تتعصب شكاي واحد من الكبار منهم جماعة دين ذاك
كمان في جمعية ديلك انقسموا كلها لخبطة. والله الذي لا إله غيره لخبطات نازل منهجهم ملخبط ومجاملات باسم الدين باسم الدين. خدعوا الشباب يا أخ موتون موتوا منهج شاب بك مسكين شايل لك الراس وقال بيتعلم. قال يا أخ تعلموا شنو؟ علموا الكتاب والسنة وقول لهم طلق بلغ دعوة الله تعالى. شيخ من مشايخ قال له بالتلفون اها رايك في المناظرة بتاعت مزمل وحامد بابكر رايك فيها شنو؟ وذاك نعسان طبيعي طوالي بكون نعسان. قلت لي شنو؟ والكلام بالمعنى ده. بعدين قال له والله اقول لك شيء احسن من حقة محمد مصطفى ذاته. يعني الشيخ رايك شنو؟ الشباب ديل نجيبهم في منطقتنا يردوا على الصوفية. هاي قال له الود اجيبه يرد على الصوفية والسرورية والاخوان المسلمين. لكن كان هبش ليك مشايخنا قل له بس هنا كلامك مو مقبول. ده الصوفية بس ما ده اسمه عبد الرحمن حامد ما بتعرفه؟ كلها لخبطة والله الذي لا إله غيره. واحد اتصل به مسجلة اتصل به اسمه حسين وقد يكون موجود هسه انا ما بعرف شكله قاعد هاي. انت ذلك ما رسلت المقطع عليه ودنا انا كاشفكم كلكم. بعدين شنو؟ الزول اتصل به قال له يا شيخ عبد الرحمن قال له مزمل ده بنجيبهم في مدني اها ورايك شنو؟ او النادي عندنا حلقه بنجيبهم. قال له اخذه بيتكلم يتكلم في اسماعيل عثمان وده الناس موحدين اخو موحد ما كان يناصحوا يمشي يناصحوا وما يقبل النصيحه. وزول يقول باطل في الملأ يناصحوا براو ولا يبينوها في الملأ؟ ولو ناصحوا براو وما بينها وما تراجع يعمل شنو؟ الزنادي ده هنا دي طرد تغضب. انا ناصحته والنازل لقيته في الحرم المكي هناك زنادي فوق في الطابق الفوق. قال لي انا عارف انصار السنه في نص النقاش. قال لي عارف لما مات الترابي صح مشوا عزوه. قال لي ترابي وشان تعرف الجماعة دي تلخبطت وتلغوست. ترابي يا أخ مات البين في عذاب القبر. قال بيقول ما في علامة الساعة صغرى ولا كبرى. قال بيقول النازل بيجدعوا في الحجار في الحج بيجدعوا يقول لك دارين يدعوا شيطان في شيطان هناك. قال يا جماعة والووك استهتار بالدين. الزول ده الترابي جاء واحد اسمه ياسر من أنصار سنة بيمثل الجماعة في المشية ديك. قال شخصية الترابي شخصية إسلامية لا تتكرر لا تتكرر. دي الجماعة دي وانت راجع أكثر من كده شنو؟ تعامل مع أنصار المهدي ثناء على الصادق المهدي ثناء على أنصار المهدي. صادق المهدي قال آيات المواريث دي ينبغي يجب أن تراجع. قال تراجع عديل. قال للذكر مثل حظ الأنثيين تراجع. قال الله براجع لكلامه والله الذي لا اله غيره. ديل ما شو اثنى عليهم اسماعيل عثمان ولسه في ناس متكيفين واحدين يقول لك والله عرفناهم المركز العام ديل ملخبطيننا خليهم يا اخي. اهل اصلاح رايك فيهم شنو؟ برضه ملخبطيننا برضه. مطر ده هناك بحضور محمد الامين اسماعيل ده نائب رئيس الجماعه. لا تلخبط ساي بلد دي فيها كم رئيس؟ بلد دي مش رئيس عمر البشير هاي ديل بجنبه اي واحد رئيس رئيس جماعة المركز العام لأنصار السنة بعد شوية ده رئيس الإصلاح. يا انت ذاته عندك دبابة؟ لا والله ما عندي. ايوه ما في دبابة اي وين الإعلام وزارة الإعلام؟ لا ما عندنا وزارة إعلام. وين وزارة الدفاع؟ ما في. وين وزارة الخارجية؟ ما في. يا اخي انت ما رئيس غشوك ساي يا زول رئيس بتاع شنو؟ غلبتهم الشغلة ده مشى هناك في كردفان هناك جاء في كردفان مشى مطر ده قال أنصار السنة بدافع ما بيرضوا في الصوفية وأنصار السنة ما بيرضوا في الإخوان المسلمين والإخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة والصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة. دي الصوفية بصدقوها. قال خلافات بسيطة بيناتنا نقعد في الوطن نحلها. بتاع الله إبليس ده خلافات بسيطة.
بتاع الشيخ بدي الجنة ده خلافات بسيطة، تاعت الشيخ بيقلب البيت ولد ده خلافات بسيطة، تاعت الشيخ بيعلم الغيب ده خلافات بسيطة، بتاع التماسيح والطيور والملائكة دي خلافات بسيطة، اللخبط معادل دي خلافات بسيطة، تطور الشيخ دي خلافات بسيطة، الحلف بالشيخ دي خلافات بسيطة. يا مسلم يا ناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم والجبلة الأولين، يا أخي ما تخافوا الله يا ناس. قال خلافات بسيطة، قال كلنا يد واحدة ضد الشيعة، ناظرت واحد مشى كذب أو كذبوا ليه وعليم ربه، ناظرته في النهاية قال لي والله أنا دعونا مع الجماعة ديل لأنه برانا ما بنقنع عن ناس، عشان كده جبنا الإخوان المسلمين عشان الناس اختنعوا. قال انت براك ما بتغني عن الناس، انت ليه ما صغة، انت ما تبقى نظيف، ما تقول الكلمة لله. والله انا عندي عقيدة، لو الزول قال الكلمة لله رب العالمين واصاب فيها الحق يكتب الله ما كتب او يوصلها الى ما كتبه وان في قاع البحار، جوا زول غرقان تسجيل شغال لا اله الا الله توحيد جوا غرقان اسمعها بتسجيل وكذب غرق في اذانه يموت بها، لو الله كاتب لا انتشار. يا اخي معقوله يا اخي انت ما قادر تغني عن الناس لما تجيب الاخوان المسلمين وتجيب الجماعات؟ محمد الامين اسماعيل يتعامل مع السروريه وراضي بيهم وراضي بيهم في الظاهر كذا راضي بيهم، لكن عليم ربهم ثاني وهو راضي بيهم. قال اتقوا الله في عبد الحي يوسف ده بيرى التفجيرات، تفجر نفسك والمسلمين والناس الثانيين ديلك كفار ولا غيره، المهم تفجرهم تقعدت في نصهم، وده خلاف الدين، ده خلاف الدين. الدين تشيل سيفك ولا بندقيتك، واقف في غادي وانت في جاي تحاربه، احدى الحسنيين النصر او شنو الشهادة، ما في الا تفجر ناس مواهيم ضيعوا الشباب. يا اخي مش الحزام ده مش بيفجر، مش بيفجر انت فك وايدعوا في الكفار ليه لا تقع به وانت ده فهم شنو ده، ده جهاد وقاعدين هنا راكبين البرادو ومورهم باردة، هو راكب البرادو وغيره ومرتاح ورسل أولاد المسلمين أمشوا الصومال أو أمشوا الجهاد وأمشوا وين، وجهوا شباب يضيعوا لحد شاب هنا دي قريب كان في الحصيص هنا وتعرفوه كثير منكم بيعرفوا في النهاية مرقة وإلى آخره، أمه عندها علاقات في الشرطة، واحد اتصل بها قال لها أجيبه لك، قالت لها زول هذا بيفهمه ده بيجي بيخرب لي حاجات في البلد، يخرب للناس حاجات في البلد خليه مش أمه ذاتها عندها فقه، ما شاف في النهاية ما عليم رب ترم ولا قاعد لا عليم رب كله الناس مواهيم. عبد الحي ده بيثني عليه محمد الأمين، اثني عليه سيد قطب، يجيبوه في التلفزيون لابس شال أخضر تاع الصوفية ذاك، يجيبوه مع مداح قاعد والمداح شغال، وده كلها لخبطة يا أخي بلاوي كثيرة، خروج على الحكام في المنابر من زمن أبو زيد، قال حكام المسلمين كان من المفترض يكونوا زي أسامة بن لادن تحت تنظيم القاعدة، نازل ملخبطين يا زول، دار تتعامل بالعاطفة أم يشخش معاهم، دار تتعامل بالحق والدين ده وريناك له بعد ده بطريقتك والله الذي لا إله غيره، وبلاوي كثيرة نحن سجلناه وجبناه، بعض الناس سجلها وبعضهم جابوا لنا التسجيلات وبعضهم الوثائق عندنا وبعضها نشروهم براون، وكلها طلعنا فيها ردود موجودة، دار تركب راسك بطريقتك، ونحن ما ندعوك يا جماعة لا مركز عام لا إصلاح لا كل جمعية لا وابل صيب لا صافية لا غيره لا تجانية لا قادرية لا أيوة نبقى معاكم مزملاتية لا لا أنا عن وين يعني براك أبقى مسلم سلفي تاني في شنو؟ لا يعني إلا نبقى مع جماعتكم دي؟ لا لا نحن ذاته مع جماعات لمينا في الدعوة ذاته في شنو تاني؟ لا يعني أنتم ما قالوا عصبجية؟ لا لا سمانا المجرم ذاك كذاب وده كفر ذاته كذاب ساي ما عصبجية ما في عصابة في شنو تاني؟ لا يعني ما نبقى معاكم لا ما معانا ونبقى وين؟ أبقى مع الحق بس كلام ذا يا جماعة كعب
تبقى مع الحق وتتبع الكتاب والسنة وتشوق الطريق. الرسالة الأخيرة إلى الدعاة، والله البلد دي ما بتتحمل قاعدة، والله الذي لا إله غيره، وليكن شعار الكل مضى عهد النوم، نوم تاني ماف، تنوم القليل بس بتتقوى به وتقوم تشتغل طوالي، تقرأ الكتب، تساهر، تحفظ، تضبط النصوص. على الباطل شغالين وانت نايم ما جايب خبر، معاهد شغالة، دبي جاي شيعي عامل فيها بتاع طريقة، هنا في رفاعة دي بنات الاقتصاد، بعض ينقرأ اقتصاد هنا، شابات يجنوا، واحد بتاع ركشة قال سكت البيت من المستشفى جبتها دخلتها عليه، قال تلي الساعة جات مارقة شايلة لها ورقة، قلت لها ده شنو؟ قالت لي والله الزول لا من بدري وبعرفني ولا شنو، في موقف بيناتنا ولا شنو، ما موقف بتاع يعني جاء على جني ولا كلام زي ده. والورقة دي شنو؟ قالت لي الزول ده اتصل بي قال لي ان دار عريس الورقة دي لما جيت حكى لي قال لي الورقة دي تقعدي في اللوضة براك، تقلع هدومك تشل وتخطيها في منقد وتقعدي فيها، بيجيك عريس، ده عريس ولا شيطان؟ في عريس بيجيبوا كده سفها والله قاعدين في البلد دي، وبطريقتك نحن بنكشفن، رضيت أبيت ولا تضيع الأعراض وتضيع العقائد، بنات وقعن يا غمرانات جنب كلية التربية يجيبون له ارسم في البيضة وزاته زي السيوسيو، ارسم في البيضة ويعمل في حاجات ويلا قومي يضربها بالسبحة، يلا قومي بعد شوية البيت تبقى في طريقته، وشاب شاب تبقى في طريقته البيت، وتجيوا في البيت وبنات وأولاد ولخبطة والجماعة ساكتين باردين، اجوا الصوفية في الساحة انشروا الشرك والكذب على الأئمة والباطل والأحاديث الضعيفة الملفقة وبعضها المكذوب الموضوع، ويدعوا إلى الباطل الواضح. انت تمشي مساجد ويشاكلوك، بلد دي نامت عديل. أي واحد فيكم يا مسلمين يا مسلمون الدعوة دي ما تقول حقت والله أنا نورين ده طالما قاعد أنا مرتاح، لا لا لا، اعتبر الكون ده كله الناس دي قلبت دعوة دي، خدتها في رقبتك، لو ما خدتها في رقبتك براك شايل غيرتها ما بتبلغ. لو قعدت فلان جاء فلان ما جاء فلان مكرمات تقيف الدعوة، فلان سجنوه تقيف الدعوة، فلان كذبوا عليه تقيف الدعوة، فلان جنة تقيف الدعوة، ولا تشتغل تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. شباب يا أخ كتار عنسي شباب دي واقفين، والله أنا أكثر ناس الآن في المجلس ده مفرحيني ومكيفيني الشباب دي واقفين أكثر من ساعة الوقفة دي، دين ما دارين دين نحسبهم والله وحسيبهم، انت نايم اللي بيوصل للناس الدين منه؟ خدعوني يا أخ، الشاب طفش من الدين ليه؟ لأنه فاهم الدين تبقى درويش وتلبس كيف وتعمل كيف، ما في الدين الصحيح، دين الصحيح ده ما في أي تشدد، تأكل تشرب تمشي تشرب لبن تأكل باسطة، ما سألناك تتزوج أربع نسوان تاني في شنو؟ ده تشدد؟ والله تمشي تلبس أحسن هدوم ده تشدد؟ تركب أحسن عربية ما في أي مشكلة، تسكن عمارة ما في مشكلة، لا وبعد ده أنا بكون زول دين يا مولانا؟ هاي بتكون لا كيف الكلام ده؟ سليمان كان ملك عليه السلام ما زول دين؟ زول دين، انت ما إلا تتبهدل وملخبط نفسك وتبوس يد الشيخ ومد لك يده عضيها، احتسب طوالي عضيه طوالي في الأصبع الصغير خليه كورك، لا فكة فكة بس فكة وقول له أنا فكيتك ذاته يلا تخارج، والله يغشك يا أخ فكيه، يغشك ده بيجاي وداك بيغادي يقول لك والله نحن الناس اللي ما جماعتنا ديل منافقين وخوارج، واحد في سنار من الجماعة دي ذاته الحزبيين ديل قال لي وزول مرق برا الجماعة ده ما خارجي قال ده ما مبتدع، قال لي يعني السنة إلا تبقى مع الجماعة يعني كلها باطل وكلها لغوة، سبلغوا دعوة الله يا ناس، هوي والله بتموتوا والذي رفع السماء، وناس كتار دارين الدعوة والله يبكوا بعيونهم، بعضهم الواحد يخد لك راسه في صدرك يبكي ولا كنت وين انتوا كنت وين
والله مشيت جامعة من الجامعات، اتكلمت قبل قريب 5 ولا 6 سنة، بعدين انت جاتني بنت والله الذي لا إله غيره، قالت لي عليك الله يا، وقالت لي شيخي، قالت لي عليك الله يا شيخ، بس دايرة منك حاجة واحدة، انت لا تفضل، قالت لي بس ادعو الله يزوجني، قالت لي ومشت برا والله الذي لا إله غيره. دي ما له معناه، عرفت الحق، معناه عرفت انه لا تقعد مع ده ولا تتونس مع ده ولا ذي غشة. الو انا ابوي جاي من ابو ظبي وابوه في الملجة بيع في بامبي، يغشها لما يوديها محلات تاني، كله هوس ولخبطة، قاعدين في الظلمة اتنين زي والدبرك وبيدعشوشة قاعدين يغش فيها، يا سوسو ويا حمودي خربت خلاص، مما سارة تبقى سوسو ومحمد يبقى حمودي خربت. ديل بيبلغهم دين الله منه شباب في الثانويات، واحد تقعد معاه تتكلم يبكي، شباب ديل كده عندهم 3 مشاكل، يا شهوات، يا ما لاقين شغل، يا مشاكل أسرية في البيت جوا، والثلاثة دي بعد الله ما بعالجة إلا الدعاة، الثانية دي خليها ما بيمرق السوق، لكن عشان يقنعوا إنه ما عند الله خير وأبقى ويديه أشياء يخليه يترك الشهوات دي ويقف معاه في مشاكله يبلغوا دين الله. شباب يا أخ تلقاهم برا قاعدين تيجي تقعد فيه نصهم، سلام عليكم أنا كيف إن شاء الله تمام الحمد لله، أنتوا مشكلتكم شنو؟ بدوك أي شيء ولك والله أنا كذي وأنا كذي، بعد شوية تدي الحل إيه مش متكيف، بعد يومين 3 تلقى في الجامع، ده ما بقيت له سبب خير، ناس كتار والله ما بينهم وبين طريق الآخرة والجنة إلا كلمة صادقة بس تمرق من قلب داعية في خشمه يمرقها للناس، لكن ساكتين باردين. زول يقول لك والله مولانا الحمد لله الأسبوع في الأسبوع عندي درس 7 يوم، درس واحد 7 يوم درس واحد، الرسول مش للطائف بيكرعوه يفلقوه والدم وبالليل يمرق من الجوع وتعب ووك ووك ووك، بعد الله يقول له ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تقول لي درس واحد في الأسبوع يا أخ، درس باقي الأيام المساجد كلها ألفة، خش بلغهم دين الله سبحانه وتعالى، أمشي ده بلغه، تلقى دواعش ناغشون لما يعرفوا الحق طالما عندك علم وحجة، أمشي ده صوفية بين لهم لما يعرفوا الحق يرجعوا للحق، ده الأخوان مسلمين بين لهم لما يعرفوا الحق، ده المتحزبين مركز عام وصلاح وجمعية وإيه وإيه، بين الحق اللي فيه خير بيرجع للحق، داك بيسب الصحابة بين للناس الحق، يترك سب يخلي عقيدته صحيحة ويترك سب هؤلاء القوم الذين رضي الله عنهم. بلغوا دعوة الله يا أمة، والدعوة دي ما حقت زول، انت ذاتك بلغ الدعوة، شغال أستاذ تاع الرياضيات ارسم لون الخط كر هذا الخط المستقيم وكذي بيجاي في زاوية في النص كذي زاوية حادة وديك بغادي منفرية، وقول لهم كان دارين الله يفرج عليكم أي بس امسكوا الطريق العديل له وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الدين طوالي. بقيت دكتور أدروا شتتين، واحد أكتب لي بنادول وما بعرف راجمات وشنو، والثاني أكتب له ممنوع تدعو غير الله وقطع الحجبات وخلي عقيدتك في الله صحيحة، بيمشي بقراءه يقول لك يا زول والله ده دكتور عديل معناه كلامه صح، خلاص كتر خيرك. بقيت مهندس قول له البنيان ده كان الأساس ما نجيض عمارة دي بتقع، والدين ده أساس التوحيد، ما نجيض توحيدك في ولك لك يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بقيت ميكانيكي قول له النمرة 1 صوفية، 2 أخوان مسلمين، 3 أنصار سنة، 4 ملكلكين ساي، 5 كلكم شوتم برا بتاع اللخبطة، وأبقى مارك طوالي في شنو تاني في شنو. بقيت نجار وريونا الحاصل، أي شيء بلغ دعوة الله يا أخي. بتاع العمار الممتاز شغال، بتاع بصفة، بتاعنا الغنى شغالين، بتاعنا المديح غشوا المسلمين، ديل بيجاي حزبيين شغالين، وانت لابد راقد بالحق والله الله يسألك، والله يسألك. قال عبد الله القصير والذي لا يدعو إلى التوحيد فهو ناقص التوحيد،
فهو ناقص التوحيد لأنه يقر الشرك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا نرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه. ونكرر الشكر بعد شكر الله للجميع على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. اخواننا عليك الله بس دقيقة، أنا عندي رسالة واحدة وما بتتم ثلاث دقائق، إن تمت أفصل الكهرباء. أنا عارف الشغلة دي كتمت والناس سخنت، وأخونا الشيخ ما قصر كشف الأمة دي. المحاضرة دي كلها إن شاء الله نكون مرقنا منها بنقطتين. النقطة الأولى إنه الصوفية باختصار شديد دايرين يخارجوك من عبادة الله لعبادة الرجال، وده موضوع ما مقبول، وبين لك الشيخ بالكتب وبغير الكتب. الرسالة الثانية اللي احنا مرقنا بها من المحاضرة دي إنه أنصار السنة زمان كان شغالين كويس، وهسه جلوا الموضوع. المطلوب منكم يا ناس محلية شرق الجزيرة تحديدا، أولا اتقوا الله في أنفسكم، أي دقن توحيد عرفتوه منهج عرفتوه بعد اتقوا الله. وأخونا الشيخ ذكر بأمر الدعوة وما الدعوة والناس تشتغل دعوة، لكن في ناس ما عندهم علم يشتغلوا كيف؟ لا بد من إقامة المعاهد العلمية في المحلية دي، ناس نتقي الله ونقعد في الواطأ إن شاء الله. لو نقدر نهيئ معهد واحد علمي خير من الشغلة دي كلها، والله صراحة نقعد والناس تتعلم من ألف باء تاء حد ما الواحد يكون فوق في المنبر زي الأسد. والله ده الشيء اللي بيقدم الدعوة لقدام، والشيء الأخر محليتنا لورا السبب الأساسي ناس المركز العام صراحة، والله لأنه الناس عندهم مساجد يا أخي، تلقى مسجد كبير ثلاثة مرابيع مربوع نص روضة، والمربوع نص الباقيات المسجد معه الحمامات. يا ناس الكلام ده ما بيجي، اتقوا الله وعلى كيفكم، ودي مسؤولية الجميع، ونسأل الله يتجاوز عننا. والله لو عندنا مقدرة والله الواحد فوق الحمام ابني معهد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.